başımda, kimsem yok ardımda. Kara dağlar karşımda, kimsem yok ardımda. Neler umdum ben, nasıl soldum ben. En yakınımdan böyle nasıl koptum ben. Biri varmış, biri yokmuş. لاستيك يلي عندهم لاستيك للبيع، لاستيك للبيع يلي عندهم لاستيك للبيع، لاستيك للبيع. تعالوا هون سمعني، تفضل سما ابو محمود. اوه تفضل، شرفت. شو رايك بالعزف؟ يا سلام عليكم. Aşalarda mor beni, veremek kimsen beni. Nasıl verem olmayı, eller sarıyor seni, eller sarıyor seni. Ben sana yandım yerim, yanağım yerim, adilan tep yolunda. مع السلامة، مع السلامة. يلا يا جماعة كلوا. ريحة الكباب بتشهي. جعت ما؟ من وقت ما طلعت ما أكلت ولا لقمة. بقي معنا هدول، وهدول يا دوب بكفوا أجرة الطريق. شكله مالنا نصيب ناكل هون، يلا خيرها بغيرها معلم. لا بدنا ناكل، تعا معي. لوين؟ لحظة شوي. يعطيكم العافية، صحة وهنا. الله يعافيكم، تفضلوا شباب.
بصراحة نحن جوعانين، بعد إذنك فيك تعملنا شي سندويشتين؟ تكرم عيونكم، بس ثواني. خود من إيدي. خود إذا بدك كل أنت. لا خليها معك. هاي سلطة إذا بدكم. شكراً. صحة وهنا. وهي سندويشتك. شكراً كثير، شكراً. صحتين على قلبكم. تسلم يا رب. بنتي صبي لهم عيران، يلا قومي يلا يلا. أبو خليل ليش ما عم تأكل؟ يلا هلا. صحتين وهنا. على قول أبو خليل. إيه يا شباب، من وين جايين؟ من أضنا. عم تدرسوا عنا؟ أهاليكم وين؟ والله ما عنا أهل، تربينا بالميتم، أجينا نشتغل هون. بس في عندي ابن عم بألمانيا مو هون. الله بعين. طيب يا شباب شاغلين شي من قبل؟ والله منشتغل بكل شي شو ما صح لنا. إيوة ليك، المحل إلي أنا معلم الكباب، والعم أبو خليل هو صاحب محل الحلويات اللي جنب محلي. والله اشتغلت شوي بمصلحتك بأضنا. عم تحكي جد؟ ايه والله. لكانت تشتغل عندي؟ ايه. طبعا بشتغل. ممتاز أبو خليل، شغل الثاني عندك. ايه بكسب ثواب. لا ما عندي شغل له، ماني محتاجه، والاشكال ما بتلزمني. ما بعرف اشتغل بالحلو. شكرا معلم. شو اسماءكم؟ انا الباي ورفيقي كينان. اهلا الباي وكينان. ما ارتحت له. ما شاء الله عليهم محترمين. رح دور لك مكان تاني، كفوا أكلكم. وانتو كمان. رح ندور لك على شغل تاني، ما تزعل. هالبنت حلوة كتير، بتجنن. بس دقيقة الباي. بعد إذنك ممكن شوي؟ ايه تفضل. تذكرتني؟ أنا الباي. العميد الباي. هذا أنت؟ مو مصدق، مو مصدق. لك بعد زمان يا زلمي، وين كنت كل هالسنين؟ شو
شو عم تعمل؟ اوعك تقلي ساكن هون. انا عم بشتغل، انت شو عم تعمل هون؟ انا لي فتره جاي من المانيا. ايه شو هالصدفه الحلوه، رجعنا التقينا بنفس المكان اللي تركتك فيه بعد 20 سنه. من وقت شفتك قلت هالوش مو غريب، بس وقت حكيت تاكدت 100%. كنان والله والله لك وحشه يا زلمه عن جد. تعا لساتك مثل ما انت، ما تغير فيك الا شعراتك، شايفين شوي. عامل لي فيها خواجه حلين شعرك ومطول دقنك كمان. العمر له حقه يا زلمه، شو بدي اعمل؟ شبوبيه. بما انك هون بنشوف بعض لكان. اكيد رح نشوف بعضنا، والله مشتاق لك كثير، اعطيني رقمك. تكي. سجلي رقمك هون لدق لك. صحتين وهنا، تشرفنا مدام. هذا هو. حسجله. لساتني مصدوم. سيادة العميد. صحتين وهنا، تشرفت فيك. على قلبك، شكرا. على قلبك. يلا عن اذنكم. اذنك معك حبيبي. هذا مين بيكون؟ هذا رفيقي كنان، ابو الشروال كنان. هذا الزلمه كان معي بالميتم. هذا يلي حكيت لك عنه، يلي كان عم يضرب الشاب قبل شوي. لا ولو، عم اقول لك هذا الزلمه كثير منيح، صح متغير، صاير اكابر. بس طالع مهضوم، انا بحبه كثير. منيح، وعشوي كان قتله للزلمه. ماني مصدق. هلا فهمت ليش الست زمرد مهتمه فيني. بدي يعني ارتبط بابن خليل ونتزوج. هالشي مستحيل، ملك لساته حوالي. ما شفتي كيف اجت اليوم لعندن؟ ايه معك حق، وهن تفاجئوا كمان، ومبين ان انزعجوا كتير. ها ست زمرد. الو مساء الخير. مساء الخير، كيفك ست خديجة؟ بعتذر عم دقلك بهالوقت المتأخر. اليوم طلعتوا من عنا بسرعة، يعني شفتي ما قدرنا نحكي. والله ما بكذب عليك، تضايقنا من اللي صار اليوم، ومريم فهمت الموضوع. هلأ عم تقلي مستحيل تزبط. البنت مفكرة إنه في شي بين خليل وملك، ولهيك مزعوجة. قلت بخبرك. لا يا روحي، جيت ملك لعنا ما لها علاقة بخليل بنوب. خلص أنا بحاكي مريم بتفاهم معها، بس أنتي حاولي تروقيها ولا تخليها مزعوجة. إن شاء الله القصة محلولة. إيه ماشي، أنتي قدرة، وما بدي مريم تزعل أبداً. الموضوع صار عندك، يلا تصبحي على خير. تلاقي الخير حبيبتي. مرت عمي، مو على أساس مريم وخليل عم يلتقوا؟ مو هيك قلتي لي؟ إيه مزبوط. طيب مريم، ليش فكرت إنه ملك جاي لهون كرمال خليل؟ جيتها ما كانت لا على البال ولا على الخاطر، إذا نحن وانزعجنا منها. البنت معزورة، اتضايقت. خليل انصدم لما شاف مريم عنا، وقعد ياكل غصب عنه، حتى ما عطاها اعتبار للبنت. إن شاء الله خير، ما فينا نقول غير هيك. رح أقوم على غرفتي اتسطح شوي. بس ما شربتي فنجاني؟ راسي عم يوجعني. بتصدق ما بقى اتفاجأ من تصرفات أبي؟ صراحة في حق علينا، أنا والخال حافظ قنعناك تروح، قلنا من راضيكم وبيضل أبوك. أمنا بدل ما نكحلها عميناها. لا أنت والخال حافظ شو دخلكن؟ أكيد ما خطر لكم أنه ملك رح تجي لعنا على البيت ورح لاقي مريم عنا. فكرت أنه أمي مزبطة كل القصة، طلعت صدفة. يا أخي كل ما تهرب من هالبنت عم تطلع بوشك صدفة. بالأخير كل شيء اسمه ونصيب بالحياة، ما حدا بيعرف الدهر شو مخبيله. مزبوط اللي عم بتقوله، رب العالمين وحده بيعرف شو مخبيت لنا هالدنيا. شو طالع بالإيد، ما فينا نقول غير إن شاء الله خير. إيه والله. خلص بدي أرجع بكرة. طيب ليش؟ قعدت هون بما فيه الكفاية، أساساً البلد زهقت من مشاكلنا وقصصنا اللي ما بتخلص. إيه موفق. عمتي
شو لسه ما رجع محمود؟ قال رايح يشوف مدحت وما اجا. بنتي صبي لي كاسة شاي. اها على عيني، تفضلي. اسمعيني، كم مرة قلتلك بعدي عن المشاكل ومو كل شي بتسمعي أو بتشوفيه فيكي تيجي وتحكي؟ ما كان لازم تقولي لعمك. بتعرفي إذا خبرتيهن عن طلعت عمر ودفنة رح تنقلب الدنيا، ومع هيك حكيتي. آه عمتي، بتعرفي إنه علاقة عمر ودفنة ما نصح، المفروض نوقف الموضوع قبل ما يتطور. ما وقفتي، كبرتي القصة وعقدتيها، ما صدقنا تحسنت الأمور، جيتي وخربتي الدنيا بثواني. ليه عم تعملي هيك؟ قدرية انتي مو بس كني بهالبيت، انتي صرتي بنتنا، يعني مفروض تفرحي لفرحنا وتوقفي بوشي اللي بده يزعجنا. اذا نيتك تصلحي تعي قليلي بالاول، خذي رأيي واستشيريني. انا ليش موجودة هون وقتها منلاقي حل سوا من دون شوشرة؟ مو بتروحي بتنشر القصة فورا وبتزيد الطين بلة؟ بقولوا بعيد عن الشر وغني له. يا عمتي ما بيجوز هيك. عمتي الحق معك، بس ملك مو ساقلة عن بنتها، والست دفنة عم تخبس من ورا ظهرنا، يعني نحن ناقصنا فضايح قدام الناس. أنا ما عم دافع عنها، بس البنت لساتها صغيرة وبعز شبابها، وبعدين بعد هالتصرف اللي مولدن يلي عملتيه حضرتك الصبح، قلي لي شو بتفرقي عن المراهقين؟ آه؟ صحتين وهنا. ليكي، رح تاخدي الأكل لمدحت اليوم؟ طريقك سألي محمود إيمت رح يرجع على البيت لأنه تأخر كتير. قلي له الست قدرية وصتني أسألك. الست ملك راحت وأخدت له الأكل. ما شاء الله قلبه شو كبير، مفكرة إذا عملت هيك رح تكسبه لمدحت؟ يعني لو أنتي رحتي ما كان أحسن لك؟ شو بتقصدي بكلامك يا ستي؟ الكل بيعرف إني عم أخذ له الأكل، هالشي مو سري. إيه؟ شو قصدك يعني؟ بعرف شو عم تحاولي تعملي، عم تهدديني بمدحت كرمال اسكت. ما لسانك طولان كتير وصار بده قص كمان. لو كان لساني طويل كنت حكيت من زمان إنه الست ملك ما لازم بوقعتك على الدرج، بس زعلت عليك خسرتي ابنك ولا هيك سكتت؟ ولا ما تفكريني ما حكيت لأني خفت منك. آخ منك يا حافظ، ما كان لازم اقبل منك. تعال شوف شو صاير برفيقك، كل يوم مصيبة جديدة، كيف بتحمل؟ سعيد علي تعب كتير. ايه ابو محمود اكلوا الهم. تفضل. أهلا وسهلا بحبيبي الصغير، تعال فوت لجوا يا روحي. جدي ما قدرت لف الخيط عليها. طيب أعطيني لشوف. ما تزعل، هلأ جدك بيساويها. تعال عود هون جنبي لحتى ورجيك كيف بتنلف. طلع فيني منيح. ليك رح نثبت البلبل منيح بالإيد اليسار، ومنمسك الخيط هيك بالإيد الثاني ومندوروا عليها بهالطريقة، منضل هيك ليصير عنا أكتر من لفة، واحدة والتانية والتالتة، وهيك لنوصل لهون. هلأ قرب لعندي، اطلع رح ارمي. انت جاهز؟ شكله كتير حلو هو عم يدور. بس انا ما عم اعرف زبطه ولفه منيح مثلك. لانه هلأ ايدك مكسورة، استنى شوي بس للطيب، وقتها رح أصير تعمله بثواني. اسمع
حضر لك مفاجأة حلوة. يلا تعال عود مكاني لشوف. حط إيديك على عيونك. اسحقت إيمون قبل ما أقول لك. اتفقنا؟ إيه؟ ليك شو عملت لحبيب قلبي؟ هاي سيارة. شكرا كتير إلك جدي. لك دخيل قلبه يلي بيعرف بالذوق وبيقول شكرا لجده. يا قلبي الله يخلي لي هالوش الحلو. يلا نلعب فيها. الألعاب أنت وماما؟ لا ولا مرة. ما جربت بنوب. كنت أعمل من هاي السيارات لأمك وأخوالك بس ولا مرة لعبت معهم. طيب شو رأيك هلأ نلعب فيها مع بعض؟ كيف رح نلعب؟ بس بشرط أنا اللي رح سوق السيارة. اتفقنا؟ أنت بتسوق. اتفقنا تمام. يلا طيب هاي أنا جنبك ورح أركب. يلا 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 طيب خدنا مشوار بهالسيارة. ملك شو جابك لهون؟ ليش ما ارتحتي بالبيت؟ والله صرت منيحة كتير. لا تاكل هم. طيب مو كأنه ضغطك عم ينزل كتير؟ رحتي وعملتي فحص؟ بلا عملت تحاليل لما كنت بألمانيا. قالوا لي الدكاترة انه ضغطي بينزل لما اكون متوترة ومعصبة. يعني ما في شي خطير؟ لا اخي ما في. لك لمين تاركين كل هالأكل؟ والله حرام عليكم. اكلت كتير قبل ما اجي لعندكم وأكلت معكم كم لقمة مع أني مو جوعانة. شبك مدحت ليش ما عم تاكل؟ بعرفك كتير بتحب أكلات البيت. مدحت شوف إذا ما بتاكل لحمة بيجيك الخروف. تذكرت؟ قولو مشان الله ما لقيت غير هالقصة هلأ. إمتى هالحكي؟ كان عمرك 6 أو 7 سنين صح؟ مدحت ابن سعيد علي كرداغ شيخ الكار قال ما بياكل لحمة. عن جد اسأل الله. ما تذكرتي ولو؟ لك ايه صح تذكرت. ايه قصدك الخروف اللي كان ينام جنبه. ايوه بالضبط. كل ما اتذكر شو كان يعمل بابا بضحك من قلبي. مدحت ينام من هون وبابا يروح يحط الخروف جنبه من هون والمسكين بيكون بسابع نومة ومو دريان. قال مشان يصير ياكل لحمة ويتعود على ريحتها وهو مو طيقة بنوب. لا اجى هداك اليوم وفق يا حرام بنص الليل وشاف جنبه خروف وبلش ينادي اختي. اختي تعي بسرعة خلاص أعطيني اللحمة اللي ما أكلتها. يا علي كان صغير كتير وخاف وقتها. مدحت متذكر شو صار معك يوما؟ وقتها فتحت عيوني ولقيته. فكرت أني لساتني عم أحلم بس طلع خروف حقيقي. كمان أنا كنت مفكرتك عم تحلم ورحت أركض لعنده على الغرفة. لقيته قاعد بزاوية التخت ومو مستنجي يتحرك. يا حرام خايف خايف من الخروف ما بيروح من بالي. لا وبابا كان حاطط على الخروف زينة. المسكين مو قدران يتحرك من كتر الزينة اللي عليه. كان حاطط له عرقب تجرس ولابسته. يا روحي شو كنت مهضوم وانت صغير. والله كانت أيام حلوة. ضحكنا كتير وجعتني معدتي. يا رب بدخيلك. صار لنا زمان ما قعدنا وضحكنا من قلبنا.
معقول تضايق مننا لأنه ضحكنا كتير؟ معقول؟ أخذ على خاطره. جسمك بيكون تكسر من النوم بالمحل، رجع على البيت ونام بغرفتك. فيك تعتبرني مو موجودة، وأنا ما رح خليك لا تشوفني ولا تحاكيني. لا تحاولي لأني مو راجع. أنا مرتاح بالنوم هون. قليلي هلا، شو السبب اللي خلاكي ترجعي لهون؟ أنت بتعرفي ومتأكدة إنه البواب حتتسكر بوشك. بعرف وما هالشي اجيت. وين الغلط بالموضوع؟ هون في بيتي واهلي. يعني وقت اللي بدك بتتركي البيت، وبس بدك بتحملي حالك وبتجي؟ الموضوع ما بينحل هيك. اذا انفتح باب بوشك في غيره الف بيتسكر. ملاك، إذا خلصتوا حكي مع بعض امشي، خلينا نرجع على البيت، تأخر الوقت. طيب خلينا نضب اللي زاد من اللحمة بصحن وناخده لقدرية لحتى تاكله. ناخدهم لقدرية؟ اطمني، عم تاكلوا مع قلب شر، خليهم هون بياكلهم مدحت. تصبح على خير أخي. انتبه لينام الخروف جنبك. يلا دير بالك. الله على هذيك الأيام. شكراً مشان اللي عملته اليوم. أنت وعمتي ما تركتوني لحالي بهالوضع، كتر خيركم. روحتك لعندهم على البيت مو ظابطة. عمي أبو خليل ما عم يوفر فرصة لحتى يزلوا لأبي ويحكي عليه. أنت رحتي برجليكي لعنده. طيب كيف قدر يقطع برزقة البنت اللي رباها؟ ملك، لا عاد تحسبيها بهي الطريقة. ليكي، أنت ما عدتي ملك يلي ربيت على إيدين عمي أبو خليل بعد يلي عملتي، لهيك ما فيك تلوميه. هذا يلي كنت عم حاول اشرح لك اياه من اول ما اجيتي. ما بعرف شو رح يصير لسه وقديش فيكي تتحملي، بس يلي بعرفه انه الموضوع مو سهل، ولازم تكوني قويه لتقدري تواجهي الكل وتكسبي قلبهم. وأنا مستحيل استسلم.
سعيد علي. رح تضلي عندي من اليوم ورايح؟ ليش قاعد على الأرض؟ شو عم تساوي؟ جدي تعال شوف، لقيت هاي القطة الصغيرة بأرض الديار. طيب خليني شوف هالقطة الحلوة. لساتها صغيرة كتير بس بتاخد العقل. يعني إما مانا هون؟ لا، يمكن عم تدور عليها. يا الله قديش مسكينة. شو رأيك نصير نهتم فيها؟ اتفقنا؟ من طعمية ومنسية. بجيب لك خبزة لتاكل؟ لا، لأنه لساتها صغيرة ما بتقدر تاكل شو ما كان، بس بتشرب حليب صح؟ طيب لكان خدم مني وامسكها شوي، وأنا رح أقوم دور على كرتوني لحتى نسوي لبيت. يلا. يا الله قديش صغيرة، وين لقيتوا هالقطة الحلوة والمهضومة هي؟ وكمان بيضة مثل التلج. أوزكي حطي شوية حليب بزبدية وجيبيهم يا بنتي، ماشي؟ أي يلا فورا. قليلي كيف ضيعتي أمك؟ وهي لقينا كرتونة صغيرة. ها تعا، ها حطها هون. على قدها عادي. جدي غطيها بهي. تقبر قلب جدك شو حنون. وهي القطة صار عندها بيت ودفيانة وأمورها على العال. خدي يلا اشربيها. ليك عم تشرب حليب، بتلعبها هون وهي مرتاحة بالكرتونة ومبسوطة. لما يجوا رفاتها لعندها بتطلعها من البيت على أرض ديار. اتفقنا؟ ماشي جدي، بس مين رح يهتم فيها وقت ما أكون بالبيت؟ أوزكي موجودة وهي بتهتم فيها، يعني وقت تروح على المدرسة أوزكي بتضل معها. ماشي؟ موافقة أوزكي؟ طبعاً بهتم فيها، ما تاكلوا هم بنوب. كرم تعال شوف شوفي بالكرتونة، لقينا قطة صغيرة هون. فرجيني كرم، تعال شوف القطة قديش صغيرة. تعال تركوها تشرب شوية حليب. هلا صار عندي قطة حلوة كتير. ماشي حبيبي، اطلع هلا البس اوعيك حتى تتأخر على المدرسة. يا سلام، صار عندي قطة صغيرة، صار عندي رفيقة حلوة كتير بالبيت. حلوة ما؟ حلوة كتير. واو الباي بيك. حبيبي شو قصة هاي الأناقة كلها من الصبح؟ شكراً. أنت متأكد أنك رايح تشوف رفيق الطفولة؟ طبعاً حبيبتي. أي ماشي. ابن حلال هذا هو. أهلين كنان، كيفك؟ سيادة العميد، ليكني عم بستناك تحت بالسيارة. واقف تحت، ما نسيت الرتبة يا عيني عليك. لك حدا بينسى رتبة رجال فخم مثلك؟ أي حاجتك بقى. يلا ليكني جاي لعندك. شوفي حلوة وفخمة. أنا نازل. على العافية سيدي. الله يعافيكي. خير أوسكي؟ كنت عم افتل بالسوق، قلت بشتري بهارات اسمي مريت. ليش ما خبرتينا؟ كنا بعتناهن مع شغيل من هون. مو مشكلة، أنا هلأ بشتريه، أساساً الشغل لفوق راسك. محمود خلي زينال يشوف شو ناقصة. زينال شوف شو بدي أوزكي. ايه فوراً. أهلا وسهلا أوزكا. أهلين فيك. كيفك؟ الحمد لله بخير، كلك ذوق. نورتي، تفضلي. شو لازمك؟ أوزكي أوزكي. عم أسألك عن البهارات، شو لازمك؟ شو أعطيكي؟ شوية سماء وقيتين. تكرم. فلفل كمان، بس حب مو مطحون. وعطيني شوية زعتر، بس مو من اللي أخدته نسيت نفيسة المرة الماضية، مو طيبين. ماشي؟ حاضر، يلا.
تفضلي. بسم الله عليك، شو سريع. لا يا أوزكي، ما بدي نطرك كتير. ايه شكرا أوزكي. شو هاد؟ قلت يعني بتتسلي فيهم وانتي راجعة الطريق. ماشي، مسكيهم. شكرا. رح يوقعوا. عزبتك معي، يلا يعطيك العافية. شكرا. بتوصيني شي؟ سلامتك بنتي. طلعت فيني وضحكت، ماني مصدق، عن جد طلعت. لك تضربي، مفكرتي رح يكون ناطرك على الباب شو حوبه. أوزكي مدحت؟ من مين معصبة؟ ما حدا، بس انزعجت شوي من بيع البهارات اللي جنبكم. بيع البهارات؟ هذا زينال؟ ايه. شو عمل؟ غلطنا وطلبنا منه يحضر لنا شوية بهارات، خلاني واقفة على باب المحل شي ساعة. ايه بسيطة، ما تزعجي حالك، منيح شفتك هون، كنت بدي اتصل فيكي. بدك تتصل فيني؟ ايه، روحي على بيت الضيعة ونطفي لي يا منيح، بعدين ابعتي لي اغراضي لهنيك. ليش بقى؟ حضرتك قلتي ما بيصير نام هون بالشتوية. يا مدحت هي مو عيشة، انت بجهة واهلك بجهة، والله مو حل. المهم حاولي نطفي بهاليومين ماشي؟ يعطيكي العافية. الله يعافيك. أوف منك أوف. ألف ومئتين ليرة ضرب 8، لسه في 1000. محل سعيد علي، تفضل. مرحبا، عم اتصل من الصيدلية. السيد مدحت موجود؟ مدحت مو هون، إذا إلك طلبية قليلي وأنا بتصرف. لا شكرا. ممكن تخبر السيد مدحت أني اتصلت فيه؟ إيه ماشي، خلص بخبره. شكرا كتير. يعطيكم العافية. الله يعافيك. مدحت، اتصلت وحدة وقال بدي اياك. قالت من الصيدلية، ليش فيك شي؟ من الصيدلية؟ ايه. كنت موصية على أدوية لبابا، لهيك اتصلت. معناها أدويته وصلت، يلا روح جيبون. ايه بعدين بجيبون. ليش مو عبعضك؟ شبانة أخي، استلمتني من لما أجيت، كل ما روح وإجي تحقيق ما فيني شي حاجة تسألني. سألناك إذا كنت منيح، ما كفرنا لتنبحت علينا، الحق مو عليك. تركوني بحالي، ما لي رايق. مدحت، أنا ما كانت نيتي زعلك، كنت حابة أعرف ليش أخذ موقف من أختك. بترجاك ما تكبرها، على الأقل رد على تليفوناتي لنحل الموضوع، إذا ما مرقت على الصيدلية رح أجي على المحل. رايح جيب الأدوية. إن شاء الله خير. مو من الأول قلت لك ما بدك الفوتي مع سعيد علي؟
ايه مزبوط، بس ما توقعت هيك. قلت وحيدته وما بيتخلى عنا، باخدها وبتزوجها وهيك بيصير إلي سند. بس من يوم ما هربنا ما حاولوا حتى يعرفوا وينا أو يتواصلوا معنا. تزوجنا وإجوا الأولاد واحد ورا التاني، قضينا هالعمر شغل لنكبرهم ونربيهم، وبالأخير اتطلقنا وحملت حالة ورجعت لعند خليل. متأكد إنه ملك رجعت مشان اللي اسمه خليل؟ أبوها تبرى منا وأخواتها بدهم يقتلوها وينظفوا سمعتهم، لهيك ما في حدا دعمها تجي. وليكو خليل ما شاء الله عليه مرافقة وين ما بتروح. وعلى عينك يا تاجر، ماشي صح انفصلنا، بس ما بيصير تطلع وتفوت على كيف الناس بتحكي، وهي بالنهاية أم ولادي صح؟ معك حق صح. ها نحن قد ما عشنا بألمانيا منضل أولاد هاي البلد بالضبط، ومو منفتحين لهي الدرجة بنوب. خليل ابن أبو خليل صح؟ ايه أبو خليل معلم الحلو. هذا الواطي كان يعاملنا معاملة الكلاب قبل، وما يخلينا نمرق قدام محله. سبحان الله، مين قال إنه الزلمة يلي ما عجبه لبياع الحلو رح يصير رجل أعمال مهم بشي يوم؟ بس ما تاكل هم، رح ندادس ورا خليل وملك، وإذا الموضوع مثل ما عم تحكي بوعدك نحاسبهم إلو لأبوه لهالواطي، ورح ندفعون الثمن غالي كتير. مرت عمي؟ عمي مانو مبين راح الشغل؟ لا يا قلبي لساته نايم. خير بس ما يكون مريض؟ راسه عم يوجعه. دخيلك خليه متسطح بالبيت، أحسن ما يروح ويخانق عيلة كرداغ ويرفع لنا ضغطنا. قلنا ست زمرد، الدواء اللي عطيتيني اياه مثل قلته ما استفدت، راسي رح ينفجر. اقعد هون ابو خليل، الهواء نظيف رح يريحك. بنتي اعملي فنجان قهوة لعمك بلكي بيروق، بس خلي السكر خفيف. أمرك مرت عمي. طول الليل تتقلب يمين وشمال من وجع راسك، تقطع قلبي عليك. إيه العمر إله حق يا زمرد، أيام الشباب راحت خلاص، أبو خليل صار ختيار، العصبية ما بتواتيني بعد هلأ. هاد هو حكينا، بعد عن المشاكل، صحتك بالدنيا. وقت شفت ملك قدام عيوني هيك فجأة ما قدرت اتحكم بأعصابي. انت مكبر الموضوع، البنت قالت ما لها شغل مع خليل، وهو حكى انه ملك ما بتعني له شيء، يعني كل هالموشح يلي عملته مبارح ما له داعي صدقني. روق ولا بقى تزعل خليل، خلينا نعرف نفرح بهالصبي. ما قلكن عمر ليش غميت ملك هيك فجأة؟ أغمي عليها من التوتر، الله أعلم كيف عايش. أبو محمود قبلي قعدها ببيته هي ولادها على عيون العالم، بس بينه وبين حاله مو مسامحة. وإنت شفت بعينك، عرف إنه بنته تعبانة كتير وما إجا وراها. يا ريت ما خلاها ورجعها على المكان اللي إجت منه، كان خلصنا من وجع الراس. ما في يتخلى عنا أبو خليل، يعني هي بتضل بنته، قطعة منه، ضنا غالي. كمان مريم انحرجت كتير بعد جاية خليل وملك، الله مو مقدرنا نتعرف على هالبنت. لا تأكل هم، مريم عندي رح أحكي وأتفاهم معها. ليكي لازم تعزميها على الغداء بأسرع وقت ونحكي معها بالموضوع، وما تمطلي أكتر. لا تأكل هم، إن شاء الله بيتم هالموضوع على خير وبنشوف أولادهم عن قريب بأرض الديار يا رب. تعرفي مجرد أني تخيلت الفكرة ارتحت. رح أشرب قهوتي وروح على المحل. روح بس لا تتخانق مع جيرانك.
ملك زعلت كتير لما عرفت إنه جدك ورا تقليعة من الشغل، بس أنا عن جد ما توقعت تروح لعندكن على البيت. وأنا كتير معصب من جدي، بقول له اترك المخلوقة بحالها بس ما بيرد علي. بس ما فينا نلومه يا عمر، هو خايف اللي صار بالماضي يرجع ينعاد، ولهيك متحت جن جنانه وقت شافك مع دفنة. زهرة خبرتني كانت خايفة كتير. بس ما بيصير هيك، الكل عم يضغط عليها والمخلوقة مريضة والحالة النفسية بتلعب دور بهالمرض. كنت عم أحكي مع دفنة كل فترة وشوفها، بس هلأ مو قدران لا أشوفها ولا ردع تليفوناتها. ليش؟ كيف بدي أطلع بعيونها وأنا مخبي عليها مرض أمها؟ بس هي ما خصة بهي، أنت دكتور وفي خصوصية للمريض، هذا غير أنه ملك طلبت يضل سر. الخالة نفيسة غالي علي، بس ما فيي أحكي لها كمان وضعي من وضعك. ما تخرب صداقتك مع دفنة بسبب هالموضوع، هذا إذا تركوكم بحالكم. قضينا العمر التعتير، بس الله رزقني بالأخير وعوضني عن يلي راح كله. بلشت شغل بالمناقصات والعقارات والحمد لله نجحت وصار إلي اسم بين رجال الأعمال المهمين بهي البلد. ما تفاجأت والله، لأنك صبرت واشتغلت صح من الأول. وقت كنا قد هيك كنت تقلي شايفة السيارات الفخمة الباي، رح أركب أحلى منها لما أكبر. نشكر الله. قلت إياه. إيه خبرني، تزوجت؟ صار عندك أولاد؟ تزوجت وعندي ولد واحد كمان. واحد؟ واحد إيه. يخلي لك يا. قال بده يكفي دراسته وسجلته بالجامعة، مع أنه الشهادة ما بتطعمي خبز بهاي الأيام أبدا. ضليت وراه لتعلم شغل العقارات، اشتريت له سيارة وحطيت له مصاري بحسابه ورجال تحت أمره، مو ناقصه أي شيء أبدا. وهلأ هو مسلم الشغل. أنا ما بعترف على شيء بنوب، مو مثلنا عشنا بلا أب وأم. كل يلي انحرمت منه عوضته هلأ بابني. معك حق كنان، نحن عشنا بالفقر من أول حياتنا لأنه لحالنا وما في حدا بضهرنا، لا أب ولا أم. بس لما يجوا الأولاد ويملوا عليك حياتك بتبطل وحيد. أنا عندي 3 أولاد، صبي وبنت وحيدة صغيرة 8 سنين، والكبير بيحب كرة القدم وبيلعب فيها كتير منيح، كان في فريق الشباب بألمانيا، بس أمه ما بعرف شو صار له، راحت جابته لهون وخربت له كل مستقبل. عن دخله بفريق أضنا، شو رأيك؟ عن جد؟ إيه بنحكي مع المدرب. والله بكون ممنونك كرم، رح ينبسط كتير. شكرا عن جد، أنت رفيقي عن حق وحقيقي ومستحيل نتفرق بعد هلأ. طبعا مستحيل نتفرق ابنوب. أنا بساعد الغريب، ما أقول ما ساعدك؟ أنت رفيق عمري يا زلمة. والبنت شو وضعها؟ هلأ هي بالثانوي بس بتهتم بالموسيقى، بتحبها. مندخل ابنك بفريق أضنا ومزوج بنتك لابني. شبك؟ مصير رفقاته نسايب. أنت عليك كل شغلي. وين الغلط إذا صار هيك يعني؟ ها؟ بتعيش أحلى عيشة أنت. مليان الدرج منهم، ليش اشتريتيهم؟ شو بنا أمي؟ ما بيروحوا خسارة، البهارات ما بتخلص مدتها. لك أنت شبك، وضعك مو عاجبني، عم تتصرفي من راسك إلك فترة وعم تطلعي بالعالي علي. هلأ هيك؟ أنا عم أتصرف من راسي؟ لكن أنا جبنا شوية بهارات ما خربت الدنيا. سيد مدحت طلب مني نظف بيت الضيعة مشان أقضي الشتاء هنيك، وكأنه ما عندي شغل غيره. يا ربي دخيلك، الست نفيسة حتزعل إذا سمعت بهالحكي. أمي
عم قول لو بلا ما نخبر الست نفيسة ما بنظف البيت من أساسه هيك رح يضطر يرجع على البيت. الذكية ما شاء الله كتير رح يفرق معه. إذا الزلمة عم ينام مع الكباب واللحمة رح يهمه نظافة البيت؟ بلا ما نسمع كلمتين من وراء أفكارك. يلا الشغل لفوق راسنا، ضبي هدول والحقيني بلا ما نتأخر عليهم بنتي. يلا حاجة تتلهي. شاطرين بس تتأملوا علي. عمتي بدي انزل شوي على السوق طبعا من بعد اذنك. اذا محتاجه شي قولي لاوسكي بتجيب لك اياه. لا يا عمتي حابه اطلع وامشي وغير جو لاني مليت والله. داخلي من قعده الاوضه طول النهار ولما ببقى لحالي بضل بالي مشغول شو عم يعملوا بالبيت. ولهيك عم اقول رح اشتري علبه ابر وشويه خيطان يعني بتسلى فيهم بلكي بصون لساني وبشغل حالي شوي. كتير منيح بنتي، الإنسان لازم يكون عنده شغل ليعبي وقته فيه ويلتهي. الله معك. يلا بخاطرك. خير إن شاء الله ريحان؟ حدا صاير له شي؟ ألو؟ مرحبا فيلدان، كيفك معك قدرية؟ قدرية؟ مين قدرية؟ لا تأخذيني ما عرفتك. قدرية كانت عيلة كرداغ. قليلي حبيبتي خير شوفي. ليك يا قلبي ما بعرف إذا اللي عم يصير منيح أو لا، لهيك قلت بشوفك ومنحكي إذا فاضية. والله ما عندي شي، تعالي أنا بالبيت عم بستناك. لا دخيلك ما فيني روح على البيت، وخاصة بعد ما راحت ملك مبارح لعندكن وكركبت الدنيا بلا ما يلحقني حكي أنا كمان. خلص منشوف بعض برا، الموضوع بهمك كتير. خلص طيب منشوف بعض. ماشي رح ابعت لك عنوان، لاقيني هنيك. يلا لك انا بشوفك. مرحبا مريم. مرحبا. اذا عندك وقت خلينا نقعد ونحكي كلمتين. ايه منقعد، هلا عندي تلت ساعه استراحه لانه الطلاب بيجوا لعندي بوقت الدروس. إذا بتحبي بنقعد بنحكي بهالوقت، تفضلي. شكرا. تفضلي خالتي زمرد، شو بدك تقولي؟ بنتي أنتي مزعوجة مني شي؟ لا شو هالحكي؟ حاسة فيكي، أنتي زعلانة، بفهمك. الحق معك بنتي، يلي صار مبارح ما كان مناسب أبدا. ما تفهميني غلط، أنا أجيت على عزيمة مشان ما أترك خالتي خديجة لحالة. ما كنت متوقعة أشوف خليلي هنيك أصلاً. صدقيني لو بعرف إنك أمه من الأول ما كنت. ما كنتي أجيتي؟ ليكي بنتي ما كنت درياني إنكم بتعرفوا بعض، يعني لو بعرف هالشي ما بقبل أحرجك أبداً. بس هالمواضيع كلها اسمي ونصيب، ما هيك بنتي؟ أنا من أول يوم شفتك فيه تمنيت من كل قلبي ودعيت لربي مشان تصيري كنتي. هلأ بالنهاية أنا أمه للشاب، ومن حقي أطلب صبية تكون مهتمة بابني وينبسط بالعيشة معها وتناسب بيتنا وعاداتنا، وأنا وأبوه رح نحطها بعيوننا من جوا ونعاملها مثل بنتنا. شكراً كتير، بس خليل ما عم يفكر بالزواج، مشان هيك هالموضوع لازم نسكره. من وين جبتي هالحكي؟ مين بده يعرف ابني ويحس فيه أكتر مني؟ كنت رح أفهم عليه لو كان ما بيرتاح لك، صدقيني. الموضوع ما أنا متعلق فيني خالتي زمرد، ملك. برأيي القصة اللي بيناتهم لسه ما خلصت، ومبارح شفتهم بعيوني. صدقيني بعرف إنه نيتك طيبة، بس أنا ماني حابة فوت بهالقصة وأتعذب. أنت فهمتي القصة غلط، ملك ما إجت مشان خليل، حتى عمك أبو خليل كان ناوي يقلعها.
وهالشي قليل عليها، لأنه هاي البنت ملك. ما بقى تهمنا وقلبنا صفحتها من زمان، أصلاً كانت غلطة مو أكتر. بس أنا عم قلك كوني لخليل أمير طوق شمسه، تعالي لحتى تضوي حياتنا وبيتنا، هادي اللي أنا متمنيته. أنا بعرف شو يلي بيناسب ابني وبيخليه مرتاح. لا تنسي إني أم. ما بيبقى قيمة للإنسان لما بيصير من الماضي، ما بيضل إلا يلي بيكمل المشوار. وهلأ بتمنى إنك تفكر منيح باللي حكيته ونكمل حديثنا بعدين. خليك مرتاحة، الله يعطيك العافية. لحظة، اللي مين بدك؟ بدي ولادي، هن اللي بيدرسوا بهاي المدرسة، بدي شوفهم. بلا إذن ما فيك تفوت، ممكن تقلي شو أسمائهم؟ إيه طبعاً. دفنا يلدرم بنتي طالبة بكالوريا شاطرة، بس لسه ما بعرف أي شعبي حاطينها لأنها جديدة هون. ليك شفتها هونيك، دفنا، دفنا بنتي. اشتقتلك. لبقت ناديلي بنتي. ليش؟ لاني ما عدت بنتك، عم تفهم؟ لو كنا اولادك ما بتعمل فينا هيك. ليش انا شو عملت؟ لسه إلك عين تسأل عن اولادك؟ ليش مو انت خطفت سعيد علي؟ لك بتعرف قديش انشغل بالنا عليه لرجع؟ الكل كان عم يلوم ماما، والمسكينه عمت عيونها من البكاء. بابا اهدي شوي وروقي، بعدين كل اللي صار كان بسبب امك. كل اللي كان بدي اياه منك انك تاخذني من عين تاب. اللي شو عملت؟ ضحكت علي مره ثانيه. لا بقى تعلي صوتك، اسمعيني، كل شي بدك يا رح. وين كرم؟ لأيمت بدك تضل عم بتكذب علي؟ طيب ماشي. ليش اجت هديك المرة بما انك بدك تروح؟ استأجرت لها بيت وقعدت هون. خلصنا، سكتي بقى. شو بدي اعمل؟ ما قدرت اروح من هون، بدي اجيبكن لعندي. بس شوفت عينك امك منعتكن. هلأ انا انجبرت بلش اسس لحياتي جديدة مشانكن، ماشي؟ صح، نحن ما بقى بدنا شي منك، بس يا ريت تتركنا بحالنا، حياتنا مو لعبة بإيدك. بابا خليك بعيد عنا، أحسن شيء إنك ترجع على ألمانيا. خلص انزانة وروح. دفنا، دفنا، شو اللي عم بيصير؟ مو صاير شيء والموضوع انتهى، ما بقى بدي شوف وشك. على شو عم تطلعوا؟ بعمركم مو شايفين خناقة؟ دفنا رجعي لهم. خلص يا أستاذ، لو سمحت اطلع من المدرسة. يلا شريف طلع من هون. طيب خلص انا رايح. دفنا، شو جابه؟ شو يلي بده اياه؟ شو بيعرفني؟ ما سالته كرم، بس صرخت عليه وقلعته قدام الكل. طيب روحي اعدي وهديه، انا بتصرف. اوف يا، شو عم يصير لكم؟ شو هالعصبية هاي؟ كرم، لوين رايح؟ إجا بابا على المدرسة وبدي أحكي معه. بعدين بتشوفه وبتحكي. أنسي، أبوك راح يا كرم، وحتى لو ما راح ما فيك تحكي وأنت معصب لهالدرجة. يلا على صفك. رقتي شوي؟ قلتني ما فيني شي ورايقة. بعرف إنه خطف أخوكي وخوفكن، بس بيضل أبوكي. طب بركي حس بالندم وإجا لهون مشان يعتذر منكن. واحد مثله بيعتذر؟ إجا لهون بس مشان مصلحته. معقول يلي عم تقولي؟
شو بدك؟ قلت هالبنت بتكون عقلت بس طلعت غلطان، لساتك جدبة مثل ما أنتي. إيه أنا جدبة وعقلي طائق، أنا عن طول بخترع المشاكل وحضرتك ما بتعمل شي بنوب. دفنا شوفي تتصل وقت اللي بدك ولما ما بدك بتسكر بوشي، وبابا بيحكينا وقت اللي بده وبيقول لي يا بنتي ويا عيوني، وبعدين بيختفي وبيروح. لك انتو ناويين بدكم تجلطوني؟ دفنا لك خلصنا بقى وحاجتي اللي دفنا، سمعت 100 كلمة مبارح بسببك، اتصلت فيك ما رديت. انتي وينك؟ بالمدرسة. طلعي لبرا شوي. ليش؟ لا تسألي، طلعي على الباب وبس، انا 5 دقايق وبوصل ما بتأخر. شو عم بتقول؟ لوين بدي اطلع؟ شو استهاد؟ هذا عمر؟ هاد الأهبل. شو بده؟ قال لي طلعي مشان ياخدني بعد شوي. طيب شو رح تعملي؟ رح تروحي؟ ايه رايحة لحتى فهمه لهالمجنون انه انا ما باخد اوامري لا منه ولا من غيره. بس دروسنا ما خلصت، وين رايحة؟ يا زهرة حاولي تغطي عني شوي، قلي لهم انها متضايقة كتير وطلعت لانها مزعوجة. ما بعرف اذا فيني. طيب ماشي. Şimdi